وصلت إلى ميناء المكلا سفينة مساعدات إنسانية تحمل على متونها أطرانا من المواد الغذائية والحقائب والأدوات المدرسية، مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أهالي محافظة حضرموت. ويأتي وصول السفينة امتدادا للجسر البحري الإغاثي التي تسيره دولة الإمارات عبر ذراعها الإنساني في هيئة الهلال الأحمر، والتي رصدت ضمن أجندتها تنفيذ حزمة من المشاريع الإغاثية والتنموية والصحية دعما لليمن وشعبه. وعبر المسؤولون في مديرية المكلا عن شكرهم لدولة الإمارات العربية على الجهود التي تبذلها على جميع الأصعدة، والتي خففت من وطأة المعاناة التي تعيشها الأسر المتضررة بالمحافظة، مشيدين بالتدخل الإنساني التي تقوم به هيئة الهلال الأحمر عبر تسيير مئات القوافل التي تحمل آلاف الأطنان من المواد الغذائية والإغاثية وإقامة المشاريع التنموية في محافظة حضرموت.